يقول هل يجوز للرجل أن يدخل على أهله مفاجأة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أن الإنسان يأتي من السفر مفاجأة خاصة بالليل. طيب، قال حتى تمتشط الشعثة، يعني تستعد لزوجها، قد يراها في صورة غير التي يحبها، مهملة لنفسها لأن زوجها مسافر، فقد يقع في قلبه شيء يعني من الكراهية أو الضيق أو ما شابه ذلك من الأمور. ثم بعض الناس يعني قد تكون مفاجأة يعني صدمة لهم، قد تكون رد فعل قوي جدا، فلا يصلح هذا أبدا، خطأ. كان مفروض تناصحهم على الأقل، يتصل عليهم تقول وصلت جايكم بالطريق وهكذا أفضل.